ها قد انتهت الرحلة بين المدرب الألماني أولي شتيليكي واتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية. ثلاث سنوات من الرحلة كانت فيها كرة القدم الكورية تتقلب صعودا ونزولا، حتى وقع النمور في شراك العناب في الدوحة، وكانت الضربة التي قصمت ظهر المدرب الألماني. شتيليكي اعترف بكل صراحة بمسؤوليته التامة عن موقعة ملعب جاسم بن حمد التي أرادها زملاء حسن الهيدوس أن تكون للذكرى أمام منتخب يعد من أعتد المنتخبات وأفضلها في القارة الآسيوية. المشكلة الآن لن تكون في إقالة المدرب الألماني، إنما الموقف الذي لا تحسد عليه الكرة الكورية الجنوبية ممثلة بمنتخبها الأول بعدما حصرها القطريون في عنق الزجاجة، وباتت في موقف صعب لأن المنافسة ستحتدم في آخر جولتين من التصفيات، فإما الفوز فيهما أو ترك التأهل لأحد فرق المجموعة باستثناء إيران التي عبرت إلى روسيا بصدارة وجدارة. أما الآن وبعد إقالة شتيليكي، يتوجب على الكوريين التفكير سريعا بوصفة علاجية تكون مناسبة لإنقاذ النمر من المطب الذي وضعه فيه شتيليكي. فهل تنقذ كوريا سمعتها وتلملم جراحها، أم أنها ستتذوق علقم الخروج من التصفيات بخفي حنين؟